السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحل أسئلة الفصل الأول من وحدة البيئة، وهو فصل الكائنات الحية في البيئة. نبدأ بالسؤال الأول، ارسم دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. 1. النظام البيئي يمثل العلاقة بين المكونات الحية وغير الحية في منطقة معينة من البيئة. إذن 1 جوابه جيم، المكونات الحية وغير الحية في منطقة معينة في النظام البيئي. ثانياً، أحد الآتية مكون غير حي في النظام البيئي. الجواب ألف، التربة. التربة تعد من المكونات غير الحية في النظام البيئي. ثالثاً، أحد الآتية لا يعد تكيفاً تركيبياً للطيور. الجواب الصحيح جيم. جيم، الهجرة. الهجرة لا تعد تكيفاً تركيبياً وإنما تكيفاً سلوكياً. إذن الجواب جيم. رابعاً، يحدث خلل في الاتزان البيئي نتيجة تغير الظروف الطبيعية. مثل: من الظروف الطبيعية التي تحدث خلل في الاتزان البيئي؟ الجواب الصحيح باء، حدوث عاصفة ثلجية، وهي من الظروف الطبيعية، أي الإنسان لا يتدخل بها. خامساً، أي أعضاء السمكة وظيفته تشبه وظيفة الرئة في جسم الإنسان؟ من المعروف بأن السمكة تتنفس بالخياشيم، فالجواب الصحيح هو جيم، الخياشيم. نأتي للسؤال الثاني، يتكون نظام حيوي من فئران وأفاعي وقمح، ماذا سيحدث للفئران إذا قتل الإنسان الأفاعي؟ طبعا إذا قتل الإنسان الأفاعي فإن أعداد الفئران سوف تزداد، لأن الأفاعي تتغذى على الفئران، وبالتالي لن يعود القمح الذي هو غذاء للفئران يكفي هذه الفئران، مما يؤدي إلى تأثر أعداد القمح الذي هو غذاء للفئران، وبالتالي أيضا هلاك الفئران التي تعتمد في غذائها أصلا على القمح. إذن الجواب سيزداد عدد الفئران، ونتيجة لذلك لن يعود القمح الذي هو غذاء يكفيها، وهذا يؤثر على أعدادها فيما بعد، أي يهدد بقائها ويحدث خلل بالاتزان البيئي. إذن ويخل بالاتزان البيئي. هذا هو جواب السؤال الثاني. نأتي للسؤال الثالث، يمثل الجدول التالي مقارنة بين الأنظمة البيئية كالبحيرة والغابة والقطب المتجمد. املأ الفراغ في الجدول بكتابة المكونات الحية والمكونات غير الحية لكل من هذه الأنظمة. نبدأ بالبحيرة. البحيرة تحتوي على مكونات حية ومكونات غير حية. من المكونات الحية التي نجدها في البحيرة الأسماك والأعشاب المائية. إذن الأسماك والأعشاب المائية من المكونات الحية الموجودة في البحيرة، بينما المكونات غير الحية الموجودة في البحيرة الماء والتراب، الحجارة، الهواء أو الأكسجين المذاب في الماء. هواء مذاب في الماء أيضا من المكونات غير الحية. نأتي إلى الغابة. الغابة تحتوي على مكونات حية كالحيوانات المتنوعة بأنواعها. جميع الحيوانات والطيور والحشرات الموجودة في الغابة تعتبر من المكونات الحية. أيضا الأعشاب والأشجار من المكونات الحية. نأتي إلى المكونات غير الحية. المكونات غير الحية في الغابة الماء، التراب، حجارة وهواء. إذن ماء، تراب، حجارة، هواء. نكمل. القطب المتجمد من المكونات الحية التي نجدها في القطب المتجمد. الدب القطبي والبطريق والأسماك، هذه كائنات نجدها في القطب المتجمد. نأتي إلى المكونات غير الحية التي نجدها في القطب المتجمد. الماء والحجارة والهواء والمياه المتجمدة أو الجليد، نجدها كلها في القطب المتجمد وهي مكونات غير حية. إذا ماء، حجارة، هواء، مياه متجمدة أو جليد، كلها نجدها في القطب المتجمد. نكمل السؤال الرابع، ارسم دائرة حول التكيف الأفضل لكل كائن حي فيما يأتي معللا إجابتك. ألف، سير الجمل على الرمال بالخف أم بالحافر؟ طبعا الجواب الصحيح هو الخف، لكي يتمكن من السير على الرمال بسهولة. الخف يمكن الجمل من السير على الرمال بسهولة.
إذن الجواب الصحيح الخوف لكي يتمكن من السير على الرمال بسهولة. نأتي إلى السؤال ب: عيش الدب القطبي في المنطقة الباردة، هل نختار الفرو أم الصوف؟ طبعا الإجابة الصحيحة التي أخذناها في شرح الدرس هي الفرو وليس الصوف. الدب القطبي يغطي جسمه الفرو، والفرو يتميز الدب القطبي بفروه الأبيض ذو طبقة دهنية سميكة تحت الجلد لكي تحميه من البرد. إذن الدب القطبي لديه فرو أبيض، وأسفل هذا الفرو الأبيض طبقة دهنية سميكة تحت الجلد تحميه من البرد، أي أن الفرو يعطي الدب دفئا أكثر من الصوف. جيم: عيش السمكة في الماء، هل نختار الأنف أم الخياشيم؟ معروف بأن السمكة تتنفس بالخياشيم لأنها تساعد السمكة على التنفس في الماء واستخلاص الأكسجين الذائب في الماء. إذن السمكة بالخياشيم تتنفس لأنها تساعد السمكة على التنفس في الماء. نأتي إلى السؤال الخامس والأخير: وضح كيف يتأثر اتزان الأنظمة البيئية في الحالات الآتية. ألف: إدخال أعداد كبيرة من طائر البوم للقضاء على فئران الحقل. ألف: إذا أدخلنا أعداد كبيرة من طائر البوم ليقضي على فئران الحقل، ماذا سيحدث؟ لن تجد البوم فيما بعد ما تتغذى عليه مما يهدد بقائها. إذن إدخال أعداد كبيرة من البوم يؤثر على الغذاء الذي تتغذى عليه البوم أو يتغذى عليه البوم، لأنه تحدث منافسة كبيرة ويصبح الغذاء لا يكفي هذه الأعداد الكبيرة من البوم. إذن لن تجد البوم فيما بعد ما تتغذى عليه مما يهدد بقائها. ب: تجفيف مياه المستنقعات، ماذا يحدث إذا جففنا مياه المستنقعات؟ سوف تموت الكائنات الحية في المستنقع، لأن المياه أحد مكونات البيئة غير الحية المهمة للكائنات الحية. هناك كثير من الكائنات الحية تحتاج إلى مياه المستنقع وتعيش في مياه المستنقع، فإذا جففت مياه المستنقع سوف تموت هذه الكائنات الحية في المستنقع، لأن المياه أحد المكونات البيئية غير الحية المهمة للكائنات الحية. جيم: ثوران بركان في غابة، ماذا يحدث إذا ثار بركان في غابة؟ يؤثر البركان على أعداد المنتجات والمستهلكات. المنتجات هي النباتات قلنا، والمستهلكات هي الكائنات الحية التي تعتمد على غيرها في غذائها كالحيوانات. طبعا تتأثر أعداد المنتجات والمستهلكات في الغابة، أي هي المكونات الحية، وكذلك يؤثر على الهواء والتربة والماء والمأوى، وهي المكونات غير الحية، وبالتالي يدمر الغابة ويدمر الاتزان البيئي الموجود في الغابة والنظام البيئي الموجود في الغابة. إذن إذا ثار البركان في غابة ماذا سيحدث؟ يؤثر على أعداد المنتجات والمستهلكات في هذه الغابة، أي المكونات الحية، ويؤثر أيضا على المكونات غير الحية كالهواء والتربة والماء والمأوى، وبالتالي يدمر الغابة والنظام البيئي الموجود في الغابة. دال: حرث الأرض إلى أعماق بعيدة، ماذا يحدث إذا حرثت الأرض إلى أعماق بعيدة؟ سوف تفقد التربة الرطوبة، وأيضا سوف يحدث تدمير لموطن العديد من الكائنات الحية، فهناك العديد من الحشرات والديدان تعيش في التربة، فإذا حرثنا الأرض إلى أعماق بعيدة سوف ندمر موطن العديد من هذه الكائنات الحية، بالإضافة بأن التربة سوف تفقد الرطوبة التي احتفظتها بسبب تساقط الأمطار في داخلها. إذن حرث الأرض إلى أعماق بعيدة يفقد التربة الرطوبة وتدمير موطن العديد من الكائنات الحية. انتهى درسنا اليوم وحل أسئلة الفصل، نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.